بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم إلى هذا الدرس حول الفعل الصحيح والفعل المعتل. ينقسم الفعل من حيث الصحة والعلة إلى قسمين، هما الفعل الصحيح والفعل المعتل. الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من أحد أحرف العلة الثلاثة، وأحرف العلة الثلاثة هي الألف والواو والياء. ينقسم الفعل الصحيح إلى الفعل الصحيح المهموز، والفعل الصحيح المضاعف، والفعل الصحيح السالم. الفعل الصحيح كما قلنا ثلاثة أقسام، هي الفعل المهموز وهو الذي يكون أحد أصوله همزة مثل أخذ ودأب وبدع، قد تأتي الهمزة في أوله أو وسطه أو آخره. الفعل الصحيح السالم وهو ما كانت حروفه سليمة من الهمز والتضعيف مثل كتب وذهب. النوع الثالث وهو الفعل الصحيح المضاعف، ونقسمه إلى فعل مضاعف ثلاثي مثل مد وظل، وهو ما كان حرفه الثاني والثالث من جنس واحد. فعل مضاعف رباعي مثل رفرف وزلزل. القسم الثاني هو الفعل المعتل، والفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، كما سبق وقلنا حروف العلة هي الألف والواو والياء. ينقسم الفعل المعتل إلى المثال، وهو ما كان حرفه الأول حرف علة مثل وصف وقف يئس يبس. وفعل معتل أجوف أو الأجوف، وهو ما كان وسطه حرف علة مثل قال ونام. الفعل المعتل الناقص وهو ما كان آخره حرف علة مثل شكا مشى وحظي.